السيدة الرئيسة، احنا في فريق التقدم الاشتراكية تفاجأنا السيدة الرئيسة برفض مكتب مجلس النواب الطلب ديالنا اللي كنطلبوا فيه بانعقاد اللجان الدائمة باش يجيو السادة الوزراء يعطونا الحصيلة ديالهم ديال القطاعية ديال سنتين. لكن الغرابة في الأمر واللي ما جانا أمر غير مقبول هو كيفاش أن مكتب اللجنة كيستند على الفصل 101 من الدستور. احنا عارفين بأن رئيس الحكومة كيجي أمام الغرفتين باش يناقش الحصيلة ديالو، احنا ما طلبناش هذا الشيء. احنا كنقولوا في إطار الفصل 81 كيعطينا الحق كبرلمانيين باش تجيو الساده الوزراء يناقشوا الانجازات والحصيله ديالهم المرحليه لنصف ولايه. وهذه مساله السيده الرئيسه فيها واحد التراجع كبير وخطير جدا على الممارسه ديال الديمقراطيه. فبعد ما قزموا لنا العمل ديالنا كبرلمانيين فيما يتعلق بالشق ديال التشريع، حاليا مشينا لمساله خطيره وهي الرقابه ديال البرلمان، وهذه فضيحه بالنسبه لا للاغلبيه ولا للمعارضه. هذا راه مشكل كبير ويجب التنبيه اليه وتصحيح الوضع. وشكرا. شكرا سيدتي الرئيسه المحترمه، لا تحتاج لتداول، هذا الدستور وهذا القانون وهذا الشيء كبر منا جميعا. يتعلق الامر بطلبه تقدمت بها الفرق بمناسبه الحصيله نتاع المنتصف ديال الولايه. نحن نعلم على ان في نهايه الولايه ما كاين مع من نتكلموا ولا نتحاسبوا. اذا السيد رئيس الحكومه تقدم يعني الحصيله، هذه حصيله لم تكن مرقمه وكانت في سياسه العامه. احنا قلنا ودي تنطلبوا من اللجان باش ناخذوا اجتماعات للوقوف على الحصيله مرقمه وبين بالنسبه للتوطين ديالها. المكتب قرر رفض يعني الطلبات باي حق بعد المكتب؟ الا كان ولا تيدير رقابه على النواب راه ولا مشكل، هو يسهر عدا مدى تطبيق القانون. خلينا نقولها بكل وضوح، انتكاسه ديمقراطيه على مستوى مجلس النواب، ليس فيها خرق للدستور فقط بل خرق حتى للاعراف التي تراكمت في هذا المجلس. الفصل 88 من الدستور كيتكلم على انه كيتقدم برنامج وعلى اساس البرنامج كيتم تنصيب الحكومه، والدستور تكلم على 6 محاور فقط وترك الامر للتفاصيل للجان. منين بدات الحكومه؟ منين هو ما كاينش في الدستور؟ علاش جاتنا كل قطاع كيجينا للوزاره غندير غنفعل غنترك؟ اذا كان غادي نناقشوا الحصيله على مستوى الجلسات العامه، ما عندنا ما نديروا بهذه الحكومه؟ يجينا غير رئيس الحكومه نبقاو نسولوا ويمشي بحاله. فلذلك هذا تردي خطير على المستوى الديمقراطي في هذا المجلس. يجب الرجوع عن هذا القرار رقم 4 ديال المكتب، لانه حنا كنناقشوا مع الوزراء البرامج ديالهم في اللجان ديالهم وفي القطاعات ديالهم، ولا نناقش الحصيله الحكوميه. فلذلك ارجوك السيده الرئيسه ان تولي هذا الامر ويتم التراجع عنه. شكرا. اكيد واحد من الدستور واضح، يعرض رئيس الحكومه امام البرلمان الحصيله المرحليه لعمل الحكومه، وبالتالي بانه رئيس الحكومه هو الذي خوله الدستور لوحده ان يقدم حصيله ديال الحكومه في البرلمان. السيده الرئيسه الله يخليك ما تردش. السيده الرئيسه انا هنا كندبر الجلسه. السيده الرئيسه انا كندبر الجلسه، ما ترديش على الساده الرؤساء. لا 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 السيده الرئيسه، السيده الرئيسه انا اللي كندبر الجلسه، ما عندكش الحق باش تردي على الساده الرؤساء. داروا نقطه نظام انا اللي كنجاوبهم، الا عندك نقطه نظام في التسيير مرحبا. لا لا ما تناقشيش ما تجاوبيش على الساده الرؤساء، داروا ملاحظه صافي خذيتها بعين الاعتبار. من فضلك السيده الرئيسه، من فضلك. ملاحظه دير ملاحظه في التسيير ما تجاوبش على الساده الرؤساء. السيده الرئيسه كما كيقولوا هما الراي ديالو اكثر وكعضو في المكتب، كنقول لكم بانه مخالف الدستور والنظام الداخلي ديال مجلس النواب اللي كيقول رئيس الحكومه كيقدمها داخل جلسه عامه ماشي داخل اللجان. وشكرا. شكرا شكرا. اذا حضرات تفضل. احنا في فائق اشتياكي لما تقدمنا بالطلب قلنا دراسه موضوع
منجزات القطاعات الحكومية المعنية خلال زمن معين، ولم نقل حصيلة رئيس الحكومة داخل اللجان. هذا موضوع يحق لنا أن نناقشه داخل اللجان، وهذا هو المكان ديال النقاش، هذا هو المكان مواقبة العمل الحكومي، ماشي هو أننا نهبو المناقشة ديال الاستدامة المالية للقطاعات العامة ونهبوها حتى من الأجلات ديالها الدستورية ونديوها خارج البرلمان، ماشي هو نعلو على حوارات المواطنة ونمشيو خارج البرلمان، ماشي هو يمشي قطاع حكومي يقولوا لنا غائب باش يمشي على أساس مهمة خارج الوطن ويتبين بأنه جلس مع تقني، مع تقني خارج أرض الوطن، جلس مع تقني خارج أرض الوطن وما جلسش مع إطار مماثل في الوقت اللي كان خارج البرلمان. سيد الرئيس، سيد الرئيس، نبقاو في نقطة نظام، نبقاو في نقطة نظام اللي كتعلق بهذه المسألة.